بص بقى بهلول مصر، انا سالت انا ولاد حورس على الحتت المهمه في الاراضي دي، وبعت ناس حبايبي يسالوا في الحتت البعيده. الاراضي دي تعمل لها بتاع 200 مليون جنيه رئاسه، واحنا بقى بدعاء الوالدين محدش فينا معاه 2000 جنيه بعد ما الواد وجا نرجع الخزنه. خش المعلم هيتكلم. اتفضل. انا عايزك انت والولا حمص حورس، عايزك انت والولا ده تربطه على الارض دي، انا هشتريها. يعني مش ب 200 ألف ولا ب 2 مليون، يعني ب 200 مليون جنيه، انا هنشتريها ازاي دي؟ قول لصاحبك المعلم ما بيحبش كلام كتير. بس كان مشوار عسل. احنا عرفتنا حلوه. جيت يا نوجي؟ لا يا اخويا انا مش نوجي، ده انا واحده شبهها. هو انا واحد شبه لطفي الحراق بالظبط برضه، وانا وائل كفوري. انت كنت معاهم في ايه؟ تعالى يا مال بختي، تعالى شوف مراتك اللي بميت راجل راجعه لك بايه. تعالى اتحرك. تعالى اهو جن عشان ربنا كرمنا اخر كرم. تعالى استنى هنا كرم هرجع لك تاني. تعالى اهو جن اقعد. كوب هنا يا حراق. يلا خد يا نور، خد يا حوره. لا يا حبيبي، انا اللي قايله لكم على المصلحه وعلى المكان، يبقى انا اللي اس. مش غلط، انتي رحتي معاها وسرقتوا محل الذهب؟ لا يا اخوي، ده انا بابي رجع من الخليج وجاب لي الحاجه دي معاه. ما قلت لك تيجي معانا، كان زماننا بنقسم على اربعه بدل ثلاثه، كان هيبقى نصيبنا وانت النص يا منقوص. انا مش قلت مفيش مشي في الحرم تاني؟ وانت مين عشان تقول ولا ما تقولش؟ قال ده انت نسيت نفسك. صحيح انا جوزك وكلمتي تمشي. يا جدعان ما تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. بالراحه يا جدعان، يعني ما ينفعش كده، انت بتصغرها قدامنا برضو، ويعني ما تستاهلش كده. انت ما تفتحش بقك من الاساس، انا اللي بصرف على البيت يا هوج، ومن اول ساعه حبيبي وانت بتاكل من فلوس حرام عشان تبقى فيه. انا مش عويل يا نوجة، عيب كده؟ عيب؟ عيب ايه يا ابو عيب؟ ما انا بقول لك صدقت نفسك. أنا يعني عندها حق، ويعني صراحة أنا حاسس إن نوجة ما تستاهلش منك كده. هو فين الحرام ده؟ مش هيقف في البيت ده. أنا لا عمري شفت ذهب كده ولا تسيحها كده، هتفضح. مش كفاية إني متجوزاك يا سبع من غير حتة دبلة فالصو؟ إيه؟ خلينا ساكتين. مالك؟ في إيه؟ بتتخانقوا ليه؟ أنت مش هترتجع يا نوجة؟ لا مش هرتجع يا هوجن، واللي عندك اعمل. طالب سبتي طلقني يما. سبتي طلقني. استغفر الله العظيم يا رب. طلقني يما. هوجل. لا اله الا الله. في ايه؟ انت رايح فين؟ اسال اختك يا كرم، اشوف وشك بخير. هوجل يا هوجل يا كرم. معلش يا حبيبي. هوجل يا هوجر، ايه اللي انت عملته ده يا هوجر؟ سيبني في حالي يا حورس، الله لا يسيئك، سيبني في حالي. انت يا اخي انت بتخ كده على طول، طلقها مره واحده. البنت دي ما كانتش حراميه، وكانت بتاكل بعرق جبنها، بس اول ما لقيت الشمال سالك ما قالتش لا، ما قالتش لا يا حورس. الدنيا صعبه قوي يا هوجر. هي الناس كلها بقت شمال، واني اللي احمر عشان مش ماشي مع الرايجه ولا ايه؟ ولا يكونش انا اللي حظي قفش؟ انا مش فاهم حاجه يا حورس، انا بقيت تايه. بقيت تايه. وربنا انا اعرف ان الحوار الاخراني ده هيقهرك كده، ما كنت خطيت فيه برجلي. انا مش زعلان منك ولا زعلان من لطفي، انا مش زعلان منكم ولا من نوجي ولا من وردي ولا حتى من ابا بهلول. انا زعلان من نفسي يا حورس، وزعلان من الدنيا قوي قوي. اهدى بس يا هوجا، اهدى وربنا هيفرجها ان شاء الله. انت دلوقتي مالكش مطرح، تيجي بقى بات عندنا وابويا بيحبك، مش هيقول اي حاجه لحد ما تصطلح انت ونوجه. انا مش هصطلح مع حد يا حورس، انت فاهم؟ انا مش هصطلح مع حد، ومش عاوز حاجه من يمتك ولا من يمه لطفي الحراق، ولا عاوز حاجه من الدنيا يا اخي، سيبوني في حالي. استنى. طب بس استنى بس يا اوجن، خد دول. انا مش واخد حاجه، روح يا حورس، روح، الله يسهل لك، روح. سلف سلف يا اوجن سلف، لحد ما ربنا يكرمك وترجعهم لي على طول. خلي بالك من نفسك اهو. انا اللي ميلت بختي بايد.
معلش يا اختي، ايه ده؟ هو اللي جاب لك الذهب ده؟ لا. يما هو اي حاجه من وش. الله، امال ايه بقى سبب الطلاق يا بيت؟ يا بنت هوجن ده ما يتعوضش. انا كنت قرشه ملحيته، بس طلع بعد كده كده. لجرى ايه يام؟ انت امانه ولا امه هو؟ يلا هغار في 60 داهيه تاخد، وربنا هو اللي خسراه. هوجن احسن واطيب منكم، انا بكرهكم وبحبه هو. حبيبي معلش يا كرم، معلش. بقول لك يا ام نوجه. نعم. كنت عايزك في حوار كده. خير؟ طالب منك ايد نوجه. ايد مين؟ نوجه. نوجه ايه؟ ده يا ابني لسه يمين طلقها ما بردش. ايه المشكله يعني؟ في ايه؟ عادي. طلق ايه ياما انت رخ؟ طلق ايه؟ وهي دي كانت جوازها ولا تتحسب جوازها؟ ده هم حيالله ورقتين عرف عمي يعني راحوا ولا جم؟ اهم جيبيهم. لا ده انت اتجننتي باين عليكي يا بيت. صلي على النبي يا حاجه، اصل ده يعني طلاق وبيحصل عادي ومش حوار يعني عادي. انت بتقولوا ايه؟ مش دول ياما الورقتين العرفي؟ اهم. عادي اهو. عادي. اهم. صلي على النبي. لا كان في بقى جواز ولا طلاق. يبقى احنا بقى كده نقرا الفاتحه وباذن الله هجوزك على ايد ادخم مأذون في مصر. اصل حاجه يعني معلش يعني لطفي الحراق ما بيتجوزش الا شرعي. يلا نقرا الفاتحه بقى، نقرا الفاتحه على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. مبروك. تسلم ايدك يا ام لطفي. اقول لك ايه بس، انا اتجوزت مرتين ولفيت مصر جنوبها وغربها وشرقها وشمالها، وربنا وربنا ما اكلت اكله زي دي في حياتي ابدا. كلهم بيقولوا لي كده، دي الناس كلها بتتبهلل على اكلي. طيب متشكرين ياما، بعد اذنك بقى نطلع انت عشان عايزين نتكلم في شويه شغل. شغل؟ شغل ايه؟ انت يا ابني تشوفوا لكم مشروع حلو، تلموا لكم قرشين ثابتين، تتجوز وتخلف وتملى البيت عيال، والعيال يبقوا سندك، بدل البت خارج البيت دي اللي انت عايز تتجوزها. ولا ايه يا ريس بهلول؟ ايه؟ ايه؟ جرى ايه؟ جرى ايه ياما؟ في ايه؟ انا نوجة قريت فتحتها خلاص، وصراحة أنا عيني منها من قبل ما أوجه نتجوزها. بص يا ست أم لطفي. بصيت. الولد ابنك عينه من البيت. يعني جوازها بملاليه، سيبيه يتجوزها، ولو ما ندتش عليك ولا عليه يطلقها، والبنت قريبة وخسارتها سهلة. لا ربنا ما يجيب خسارة، ربنا ما يجيب خسارة. أنا أما هشتغل مع الرئيس بهلول وهجيب فلوس وهدلعك وملك البيت عيال. بصي هفرح قلبك أما خلاص؟ طب والشاي؟ معلش خليش رجلك تاخد على المخزن بقى. ايه هنعمل ايه بقى دلوقتي بقى لون مصر؟ عندي مشوار مهم لازم اعمله، بس انت مالكش فيه. انا الحمد لله بقيت تمام التمام، بعد ما اخلصه على طول هنعمل اجتماع انا وانت والولا حمص اللي هو حورس. لا الولا ده خالتك لوريك يا ورده، هشوهك وبعد ما اشوهك هاخد عمرك. انت عايزه تعلمي على المعلم؟ حاضر حاضر يا ورده. تقطر المعلم حصلت. تمشي يا عمنا، ما تمشي يابا. العربيه عطلت بالشوفه. العربيه عطلت بالشوفه؟ اه يابا. جت من عند ربنا. ايه يا حراق؟ ماشي يا بهلول، النت من ربنا عجيبك. بسألك سؤال يا هشام، عايز اذن جنس ملتك عشان انت مالك. فانت يا حورس بتروح تخطب البت احسان من غيري؟ خلاص كبرت على الحراق؟ يا سلام،
ده انا مكلمك بتاع 52 مره وبعت لك 20 رساله وانت اللي ما ردتش. والنعمه كداب، انا كنت نايم وما شفتش حاجه من اللي انت بتقولها دي خالص. خلاص تتعوض في الفرح ان شاء الله يا صاحبي، عشان تعرف ان انا اجدع منك ومن اهلك كمان. خليك تساعدني في الفرح وشيل لي الحاجات عشان انت اخويا. ايوه بس الحاجات دي تقيله قوي، شيل معاها شويه. انت اتجننت يالا ولا ايه؟ ده فرحي انا العريس، يعني لازم اللي مني يدلعوني. امسك ده كمان. طب بقول لك يا حراق، كان في حوار كده كنت عايزك فيه. قول قول يا حورس ما تخافش. ان شاء الله يعني بعد الفرح بعد ما تتبسط وتهيص مش هتكلم معاك تاني. ما بتتكلمش مع متجوزين؟ لا بصراحة يعني إحسان وأهلها شرطوا عليا عشان نتمم الجوازة ما اتكلمش مع أمثالك تاني، وانزل أشتغل في القهوة مع أبويا. آه الله الله حورس. لا 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 لا، أنا راجل قهوة حراق، بس يعني خدهم على قد عقلهم، ما أنت فاهم. يا بحث يا ايه يا اخي بقى، هي الصحوبيه بالعافيه؟ قلت لك مش عايز اعرفك تاني، ولا انت عايز تفضل لازق للعسل؟ ايه ده، انت عيل لزوقه ما بتفهمش. الله الله، روح روح لبتاعه قطع غار يا بهيم. الحمد لله على السلامه يا هوجر. هوجر وحشتني. ازيك يا كارا؟ جرى ايه؟ مفيش مبروك. ما هو هو انت هوجن، انت هوجن، انا يعني الفرح ده انا كنت يعني، انت فين؟ كنت عايز اعزمك وما عرفتش اوصل لك خالص، يعني ده كل اللي حصل. تعزمني على ايه؟ فرح صاحبي النيتي. الله 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 الله، ما تشوف صحابك يا لطف. استنى بس يا دي الكسوف، لا حول ولا قوه الا بالله. معلش يا ابني لا يسيئك، انا مش عايزه مشاكل، نفسي افرح بالواد الحيله. كسوف ايام ما انت رخرة، انا متجوزه على سنه الله ورسوله مش ورقتين مضروبين. شوف امك يا لطفي. شوف. معلش يا حبيبي، ربنا يعوض عليك. بس يا سبحان الله، ما جمع الا ما وفى، لينا على بعض قوي يا لطفي. مش قلت لك ان احنا لاقيين على بعض؟ لم شويه بقى يا بنت. الليله حلوه، الليله حلوه. ها شغل بقى المزيكا كده ويلا. بقول لك ايه؟ قول. ويعني يكون الحوار اللي حصل مع هوجن ده يعني عمل لك مشكله في دماغك ولا حاجه وتكون قفش؟ هوجن؟ هوجن مين؟ ده الهوجن ولا مين من عينته هزوا شعره من شعر نوج؟ اقول لك على حاجه؟ قول. هنلعب بالفلوس كوتشينه. كوتشينه بقى؟ كوتشينه 52 ورق حريق ما يكفونيش، عايزه ورق متنك كتير كتير كده افرش بمطرح قد الشقه دي كلها، وافضل كده اتمرمخ في الفلوس واعوم، اتمرمخ في الفلوس واعوم. في الشقه كلها فلوس؟ اهو. هو بهلول نفسه ما عملهاش يعني. انا مالي بقى بابا بهلول؟ انا معايا الحريق. عايزه تعومي في ورق بنت نت؟ عومك في ترعى ميتها معطنه يا بعيده. وحياة مبارك يا عريس. بس بقى قعدة رزعة بقى، ما تعمليش فيها خالة اللتاتة كده. هتقول لي ادي. مالكش دعوة. بس مؤاخذة يعني مفيش عريس يوم صباحيته يقعد على القهوة. في ايه ولا قاعد بغير كده جو واشرب كوباية شاي حجرين شيشة؟ بس فكك من الحوار ده. أنت عارف هذا حورس، أنا مش شاغلني غير بهلول الكلب ده. لكن معاه شوية شغل لو اتباع يملى البنك كله فلوس. انا خلع منك ازاي يا حراق؟ بس بقى انا فضلت قطره وماشي وراه وخلاص هعرف مكان التماثيل وكل حاجه فين وكل حاجه هتبقى في عيب خلاص. اوبا فجاه طار. اكلمه بقى غير متاح ومش موجود بالخدمه وحاجات كده. ما يمكن فصل شحن. لا هو يمكن، يمكن انا اللي بلم الغبا حواليا. تصدق انا غلطان وبرد نارك. اجيب لك سكه بقى من الاخر يعني؟ وردة خلعت، ووجن خلع، وبهلول خلع، ومش باقي لنا غير نوجة، وحتى الفلوس طارت. نعم، أبوك أبتك.
أبو كآبتك يا أخي. في إيه يا حراق؟ ولا كده عاجب ولا كده عاجب؟ أنت بتزعق أنا ولا إيه؟ أنت بتزعق؟ مش قصدي. هز دماغك وأنت ساكت. أنت عارف بقى أنا في حوار كده عايز أستفسر منك عشان أنا مش فاهم. خير. ولا هوجن نضيف قوي. لا نضيف نضيف جامد. وجع الفرح كده زي القضا، أنا مش فاهم حاجة. بس أنا حاسس إن الواد ده ممكن يوصلنا. يا عم ده كان لابس بدلة أنضف من بتاعة مذيعين النشرة، وجاب موبايل. هوجن جاب موبايل؟ أو النعمة. طب ما إحنا برضو يعني تلزمنا نمرته، يعني نفهم منه هو شغال مع مين، بيعمل إيه، الليلة اللي هو فيها دي منين؟ سهلة، نمرته مع أبويا. بس أنت هتكلمه إزاي؟ ده لا مؤاخذة يعني اتجوزت مراته وكنت سبب في طلاقهم من الأول. مفيش حد في الدنيا دي كلها، مفيش حد في الدنيا دي كلها ملوش دخل عند لطفي. امال انا حرق لي كفاءه. بص مين؟ ايه هوجن؟ بس بلاش غباء بقى. الو ابا هلو مصر. ماشي فين؟ طيب حصل. سلامه بقى هلو مصر. راح فين؟ راح للمصلحه. طب والعروسه؟ الله يكون في عونها.